السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كنت بغينا نعتزل كاع السياسة، ولكن الناس ديالنا يعني مازال شافونا باقين باغين بغاونا هما باش نبقاو ويديروا هذيك الجماعة. لقينا قاحلة، يعني ما كاين حتى حاجة، لا دكاكين لا طرق لا هو، والناس راه كتعرف. ولكن الوقت الا الانسان اللي بغى يجي غير من بغى يجي للسوق كيوحلو في الطرق تما الغايس والمسائل، ما كيجوش للسوق كما نقول السوق الا كانت الشتاء. يعني مسالكم لا بالمسائل كلها الحمد لله قدرون مع فقيره وبامتياز، واللي بغى يعرفها هو المعلومه راه عندنا، ونعطوه التسيير ونعطوه المصاريف وكل شيء كاين. اللي بغى مرحبا به، اي مواطن كم يكون نوعه حنا نعطوه المعلومه، باش يغلطوا بعض الناس وبدا يقولوا راه الجماعه راه كذا الرئيس كذا. ملاحظه ما كتعطينيش خاطري باش نوقف الطوموبيل ديال الجماعه، جي منوقفها قدام الجماعه والسيد خاصو الماء او لا خاصو الضوء او لا خاصو كذا، ما يمكنش. انا باش وانا الحمد لله ما عندي ما ندير الطوموبيل لان عندني. السيد الرئيس احمد العجيري، احنا استضفناك اليوم من اجل توضيح بزاف ديال النقاط، مرحبا بك في قناه يوسف 24. كنشكركم على هذا اللقاء اللي هو لقاء يعني كان خصنا نديرو شحال هذا، ولكن الحمد لله ملي استضفتونا احنا غادي نصرحوا للراي العام والراي اللي هو خصو يستافد من هذا المعلومه اللي غادي نعطوا للمواطنين داخل المغرب وخارج المغرب، لانه كاين بعض الناس كيغلطوا، بعض الناس كيتسابوا شي جماعه اللي هي يعني تعدى مداخل وكذا. ولكن حنا صبرنا 18 عام، هذا العام قلبنا باش نديروا شي واحد نتفرغوا حنا للاشغال ديالنا، لانه عندنا شغيله ديالنا اللي هي مهمه وفرطنا فيها ويعني ومشينا مع الساكنه، لان الساكنه ما نساوش حنا الساكنه اللي هي جماعه الخوالقه. انا جاي عندك الحاج سيد الرئيس، المهم هذه الولايه مبروك عليك بهذه الولايه الرابعه التوالي. شكرا. دوزتي 18 عام في التسيير ديال جماعه الخوالقه، لها ما لها وعليه ما عليها. كنقولوا كيفاش الحاج عجيلي كيواصل المسار ديالو في التسيير ديال الجماعه؟ واش ما غاديش يعني يتعاقد يتقاعد من التسيير ديال السياسه؟ فعلا فعلا حنا فكرتي باش يعني تريح من السياسه؟ فعلا فعلا كنت بغينا نعتزل كاع السياسه، ولكن الناس ديالنا يعني مازال شافونا باقين باغين بغاونا هما باش نبقاو، وبالرغم رغموا علينا بقينا ماشي مشكل. جينا للبرلمان راك شتي ما حنا قلب ما بغيتش اليوم وداك الشيء. الان في الجماعه نفس المشكل، كنقلب على شي حد اللي نديرو. اتفقنا كاع مع شي اخوان ولكن ما قدوش وخلاو الامور. عاوتاني الناس اللي كانوا تابعيننا ما قدناش خلوهم وكذا، بقينا في الامور. الان هاد الناس اللي هما كيقولوا معارضه وكذا مزيان، بغيناهم يعرفوا المعلومه، خصهم يحصلوا على المعلومه. اللي بغى يهضر شي واحد دابا كيهضروا معاه عشوائيا، ما كيهضرش بشي حاجه اللي هي خصو يجي طالع على الجماعه. السيد الرئيس، السؤال كيطرح انه الحاج احمد العجيلي كرئيس جامعه الخوالقه 18 عام هو كيسير الجامعه، اش درتي في 18 عام؟ 18 عام في 2003 ملي جاونا الاخوان وبغينا نكونوا في نسيروا هذيك الجماعه، لقينا قاحله. يعني ما كاين حتى حاجه، لا دكاكين لا طرق لا هو، والناس راه كتعرف. ولكن الناس الله يسهل العوان، كاين شي وحدين كيغلطوهم. يعني ما لقيناش، كاين الناس اللي بغى يمشي للشرق. الاناره العموميه الضوء ما كانت، لا اناره عموميه ما كانت حتى شي والو، كانت خلاء ولا بطريقه. واللي بغى يتحاسب يرجع ل 2003 ملي مشيت انايا، ما كان لا دكاكين لا والو، لا كان الكريساج تما، كان كلشي. الحمد لله دابا ولا الامن، وكنشكروا يعني السلطات المحليه والاقليميه لانه هو دار واحد المجهود. دابا ولات الامن مزيان، ولا الامور مزيان الحمد لله. دابا خصهم يعرفوا هاد الناس. الاناره والضوء واش والماء وصل جميع الدواوير الحاج؟ عندنا الماء كاع في جميع الدواوير، اللي بقى دابا كنديروا على الربط. دابا كنديروا الربط، كاين بعض الجمعيات اللي كاين السيد القائد نيت هو تما كيتصل بعض الجمعيات كيجوا تما كيعاونونا تما، لانه راه الجماعه راه معروفه المداخل ديالها والمصاريف ديالها وداك الشيء، راه معروف داك الشيء، راه عارفين السلطات، عارفين الراي العام اللي باغيين يسولوا، راه كيشوفوا المداخل ديال الجماعه. راه هذاك شنو تحقق الحاج؟ شنو تحقق في 18 عام؟
يعني واش الجامعه فيها الضوء كلها المكامل كلها فيها الضوء والطرق الحمد لله. دابا حتى عندنا دابا واحد 23 كيلومتر دابا اللي هي خدام فيها المقاول، دابا 23 كيلومتر ما كيعترفوش هما بهذا الشيء. بعض الناس انا ما كنقولش انا ما كيعترفوش، كاين بعض الناس اللي هما كيقلبوا على المعارضه ويقلبوا على اسمع هذاك، حنا ما عندناش مشكل. دابا كاين 23 كيلومتر خدام فيها المقاول اللي تاني غادي الشرايين ديال هذيك المنطقه، لانه دابا غادي يعني دورت واحد ما كنا واحد الوقت الا الانسان اللي بغى يجي غير من بيجوا للسوق كيوحلوا في الطرق تما الغايس والمسائل ما كيجوش للسوق، كيما نقول السوق الا كانت الشتاء. يعني مسالكم دابا المسالك كلها الحمد لله قدرون عاونتنا الجهه بالمجهود ديال السيد العام الله يجازيه بخير، عاونت الجهه ودابا نيت السيد العام دابا راه غادي يعاوننا في الجهه، وانا كعضو في المجلس الاقليمي دابا الحمد لله غادي يكون ثاني الدعم من تما لا من الجمعيات ولا من المسائل. دابا كنشكر حتى واحد الجاليه اللي هي دابا دخلات شي سيارات الاسعاف دخلوهم دابا، حنا غنحاولوا غادي يعاونوا بهم ومزيانين لينا هادو، حنا ماشي دروك راه حنا كنرحبوا بهم وكنشكروهم من هذا المنبر، لان هما هذوك الناس هما كيشوفوا بعيد، ولكن دابا الحمد لله تنميه ديال الجماعه وحنا غادي الى احتاجونا ولا شي حاجه في الدعم حنا ندافعوا، نمشيو لهم للجهه ونجيبوا لهم الدعم من الجهه ونجيبوا لهم الدعم من المجلس الاقليمي وكذا، يعني هذا هو الهدف ديالنا حنا، هو التنميه ديال المنطقه. بخصوص الميزانيه، الناس كاللي قاعده تشكيو بان جامعه الخواقع غنيه وما كتبانش على في ارض الواقع، بدك سي الحاج تقربنا من على الميزانيه، شحال المداخل وشنو هي المصاريف؟ دابا الميزانيه كتجينا حنا 390 مليون تقريبا ديال الضريبه على القيمه المضافه، كتجينا من الداخليه 13 مليون و 800 الف فرانك و 8000 درهم باش الناس يعرفوا نهضر بهذه الطريقه. 13 مليون و 800 كيدا هذيك ما كتقدناش حتى في الترتيب العام ديال الجامعه. 13 مليون ديال المداخل ديال السوق فيها المجزره 1000 درهم وفيها السوق مكري بمليون و500 درهم في الهاتف. بحال نقول له مليون و10000 ريال، نقولها باش يفهمها الراي العام كل شيء، مليون و10000 ريال في الشهر باش مكري السوق في العام، لا في الشهر. اذا هي 13 مليون و800 فرانك بالمجزره ب 1000 درهم. دابا ملي كنجيو لهذا المدخول هذا ما كيقدناش حنا حتى في الكاتب العام، الكاتب العام دابا كيدي 18 مليون خدام تقريبا شي مليون ونص باش خدام هو دابا، باش هو موظف شي الأونز راه عنده القانون ديالو كيشدو. دابا الانسان باش يفهم هذا 390 مليون فين كتمشي الحاج؟ كتمشي في المصاريف مثلا؟ كتمشي في المصاريف الموظفين كيدو فيها تقريبا 200 مليون وشي حاجه. غير الموظف بوحدو بلا المصاريف اخرى، وكيدي فيها سيدي التير 15 مليون ديال المازوط اللي عندنا، يعني دابا راه وصلنا شي 24 مليون دوك اللي وصلنا حاليا دروك في هذا الوقت، لانه هو السياره الوحيده ديال الاقليم في الاقليم، انا كنقول ما غنمشيش انا لشي بلاصه اخرى اللي هي كدير المازوط ديال الجامعه كديروا فيها، ولكن حنا ديباسينا لانه هو المونطون اللي العدد اللي عندنا فتناه دابا، ولكن ما قدرش حبسوا لان الناس دابا غاديين كنحاولوا نشوفوا دابا لي زومبيلونس والاليات لي زومبيلونس كلها راه كلها عندنا، غير اللي ملي كنوصلوا واحد شي حاله اللي هي شي امبيلونس كنوقفوها، ما خصها مطور كيخصها مسائل كيخصها. المهم حنا الامور كنسيرينها بحكم التجربه ديالنا، كنسيروا هاد الماتيريال حنا ما عندناش مشكل فيه كنسيروه وكلشي. حنا اللي كنشوفوا في هاد الشيء هو حنا مازال كنطلبوا المزيد. الميزانيه ديال الجهه شحال؟ شحال كتبقى الميزانيه من هاد 390 مليون؟ دابا حنا كتبقى لي في هاد العام ديال كوفيد بقات لينا 2 مليون و40 الف ريال. السنوات الماضيه؟ السنوات الماضيه كتبقى لينا 50 مليون 40 مليون ديال ها هي اللي كتبقى لينا حنا. واللي بغى المعلومه 40 مليون غتصوب بها الطرقعات غتصوب بها. دابا هادشي حنا كون قلت كون ما جاب الله السيد العام وكيعاوننا في الجهه ويعاوننا في المجلس الاقليمي ويعاوننا في هادشي، والمبادره الله يجازيه بخير ديال سيدنا اللي هي كنشكرهم هذا المنبر الله يشافيه، وحنا كنتمناو ليه ان شاء الله سيدنا التوفيق وهذه المسيره موفقه ان شاء الله، ولهاد الحكومه حتى هي ان شاء الله تعطينا الجديد في هاد الاقليم ديالنا وفي هاد المغرب ديالنا، نشوفوا ان شاء الله النور، لانه كانوا اشكالات وكان مسائل. جامعه الخواقه جامعه فقيره.
جامعة فقيرة وبامتياز، واللي بغى يعرفها والمعلومة راه عندنا، ونعطوه التسيير ونعطوه المصاريف وكل شيء كاين. اللي بغى مرحبا به، أي مواطن كم يكون نوعه احنا نعطوه المعلومة، باش يغلطوا بعض الناس وبدا يقولوا راه الجماعة راه كذا الرئيس كذا. ملاحظة سيد الرئيس، الرئيس الوحيد اللي ما عندوش السيارة ديال الجامعة خاصة بالرئيس. أنا ما كتعطينيش خاطري باش نوقف طونويل ديال الجماعة، جي منوقفها قدام الجماعة والسيد خاصو الماء او لا خاصو الضوء او لا خاصو كذا، ما يمكنش. انا باش وانا الحمد لله ما عندي ما ندير الطوموبيل، لان عندي علاش غادي نعدم انا المواطن، والمواطن مقصوص خاصو، ونجي انا نشري طوموبيل ونوقفها قدام الجماعه، ما يمكنش. انا ما غتعطينيش خاطري، لانه علاش كنشوفوا نقلبوا من لا ما غنبداو نقولوا شي حوايج احنا كنعاونوا من عندنا ولا كذا، لا الحمد لله كل عندها رزقها، جماعه عندها رزقها وعندها ديالها. وثانيا انا ملي جيت لهذ الجماعه لقيت السوق ما مكريش، لقيتو غير كيجمعوا الفلوس كيدوها، انا ما عرفتش كيديروا لها كيفاش الطريقه كيفاش كيديروا لها. حنا نهار جينا درنا الطريقه اللي كيدرس كيدير القانون، كدير الداخليه نهار في 2003 ملي دخلنا كريناه حنا كما الناس، وكان كيتكرب الثمن، ولكن الناس تما باقين شويه الفوضى وداك الشيء، مابقاش بغوا يكرو عندنا. الكلام ديالك ان المداخيل هي الضريبه على القيمه المضافه والسوق فقط، يعني وزاره الفلاحه وجميع القطاعات اللي كتستافد، مثلا البحيره المكتب الوطني الماء والكهرباء ما كاينش كيعوض لا والو، شي واحد لا تقول شي واحد كيعطينا حنا شي حاجه تعوض لا والو التعويض، وكتبنا حسمتوا عليه هذوك الضيعه اللي حدانا باش يعاونوا تما شويه ولا كذا، ولكن ما بدون دواء كتبنا لهاد اللوني تما، كتبنا لهم تما باش يعاونوا تما. احنا ما غاديش نمشوا ضد الدوله، لان الدوله هذيك احنا كنا بحال احنا هما. شنو الحلول السيد الرئيس، الحلول في الولايه الجايه؟ يعني واش غدق ابواب ديال مؤسسات اخرين وزارات باش يعاونوا الجماعه من رفع من الميزانيه؟ احنا دابا بصدد الاجتماع اللي درت مع الكاتب العام ومع بعض الاخوان تما، كنشوفوا اللي لقينا الدعم نصلحوا السوق، هذاك السوق اللي هو سوق الاسبوعي اللي هو مهمش، وكنتمنوا السلطات تعاوننا فيه باش ننظموه، حتى هو غير ننظموه، لانه كاين الفوضى تما وكيلوحوا حاجه. راك تشتي غير السوق ديال اليوسفيه كيفاش داير، والسوق ديال زيما كيفاش داير، بالاحرى كتقول لي انت هي ديال جماعه الخوارقه اللي هي جماعه فقيره، شوف المداخيل ديال الجماعات الاخرين. انا دابا الجماعه ديالنا حنا كنحاولوا نديروا شيء من لا شيء، بغينا نخلقوا شي حويجات اللي هما يعني نحاولوا نشوفوا الجهات الاخرين اللي يعطونا الدعم، يعاونوا الجهه المجلس الاقليمي، نشوفوا الداخليه ندير واحد الملف وندو، راه درت معاه باش نمشيو للداخليه ان شاء الله وندو الملف ديالنا. حنا الحمد لله الوطنيه كانت تعاوننا، عاونات بزاف ديال المشاريع في شاطوات في طرق في مسائل، بزاف ديال الحوايج الحمد لله. حنا ما كنكروش الخير، ما كنكروش المجهود ديال السيد العمل، لانه اي طلب درناه ليه كيلبي لنا الرغبه ديالو. حنا كنشكروا من هذا المنبر، وكنشكروا السلطات المحليه، وكنشكركم على الاستضافه، لانه هذا الشيء خصو الراي العام يعرفوه ويجي يتصنت ليه، والا كان شي ملاحظه قلنا شي حاجه. انتم الحاج الابواب ديالكم مفتوحه، امر العام اللي بغى يشوف الميزانيه ويشوف الوراق يجي مرحبا به. طبعا طبيعه الحال، هذا راه كاين، هذا راه حق المعلومه، راه كاين للمواطن راه حق المعلومه، هذا حق دستوري، لانه يجي انسان بغى المعلومه وتقول لي لا سير سيدي انا راه كندخل وكندير في جيبي، هذا راه عيب كاع باش يقولها واحد، راه خصو يدعي هذا اللي كيقول لك كتشد وكدير في جيبك، راه هذا بعبات هذا ديال السياسه. إلا كنتي سياسة خصك تمشي بالسياسة، السياسة شنا هي؟ هي تسيس معايا وجي عندي وريح معايا، كون معارضة بغيني ولا ما تبغيني، إيه ولكن جي معايا ونعطيك المعلومة، ومن حقي نعطيك المعلومة، لأنه علاش؟ لأنه هذا رأي عام كيتسنط، أنت كتقول لي واحد الحاجة ماشي هي هذيك. المبادرة ديال لي زومبيلونس اللي دخلوا من الخارج، يعني مبادرة محمودة، يعني غتزيد في التنمية ديال بطبيعة الحال تزيد، هي اللي قالت لي سير دابا، وحنا غنعاونوا من احنا التسيير، لانه بحكم التجربه احنا عندنا التسيير، يعني يطلبونا في شي حاجه في التسيير، وهما خصهم يبقاو مستقلين، يبعدوا من السياسه، هذوك السيارات الاسعاف يبعدوا من السياسه، كما قالوا بعض الاخوان في الجاليه كيقول لك هذا الشيء ماشي ديال السياسه، هذا الشيء غتخدم به الجمعيه لمصلحه المواطن، وحنا الا بغينا نعاونوا كجماعه ماشي كعاجلي ولا كذا، كجماعه نعاونوا من اي ناحيه بغينا نعاونوا نعاونوا، احنا ما عندنا حتى مشكل، هذا هو الشيء اللي كاين. شكرا سيدي، وكنشكروك على الاستضافه ثانيا.